وسهلا بيك عزيزي المشاهد الكريم في هذه الحلقة في هذا البرنامج، برنامج يوما فيوما. سنتحدث عن اليوم المقدس. دعني أقرأ على مسامعك هذه الآية اللي وردت في سفر من أسفار العهد القديم، وهو سفر نحمية أصحاح 8 وعدد 10. فقال لهم: اذهبوا كلوا، اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحل، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. سأتحدث الدقائق المتاحة عزيزي عن اليوم المقدس. وفي الواقع لازم أوضح ليك مشاهد العزيز أكثر من شيء. الشيء الأول، ما معنى مقدس؟ وبمعنى أشمل، إيه معنى القداسة؟ ثم الأمر الثاني، بعد ما نعرف معنى القداسة لابد أننا نتكلم عن مشتملات القداسة. مشتملات القداسة، الكلمة الأولى أتكلم عن معنى القداسة. القداسة لها أكثر من معنى. المعنى الأول هو حرفيا المعنى اللغوي للقداسة هو تخصيص، يعني الحاجة دي متخصصة، يعني الحاجة دي أفرزت، يعني الحاجة دي فصلت. فالإنسان المقدس للرب يقال عنه نذير، فصل، اعتزل، أنذر. وأنا بقول كلام ده بضع نفسي في مسؤولية، هل أنا صرت مقدس، مخصص، مفرز، نذير للرب؟ أنا بضع نفسي في مسؤولية، وده سؤال مهم ليك. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الروحي هو إبعاد الكيان البشري عن كل دنس وعن كل نجاسة وعن كل فساد. وانا بقول لك الكلام ده في المعنى الروحي، الاقي قدام الثلاث تعبيرات في مسؤولية قدام الله، اراجع نفسي وارجو ان تراجع نفسك معي مشاهدي العزيز. فلو انا بصيت وشفت نجاسة العالم ودنس العالم وما هو موجود في العالم في الوقت الحالي، ماذا أفعل؟ وأنت ماذا تفعل يا ترى؟ أنا بقول لك الكلام ده، أنا حاطط نفسي قدامك، أنا حاطط حياتي قدامك عشان نتكلم عن معنى روحي من خلاله يتمجد ربنا ويظهر بقوته الغير عادية في حياتنا. يا رب أعنا. فعلى سبيل المثال، ليس الحصر، لأنه إذا كانوا بعد ما هربوا من، اسمع، نجاسات العالم، نجاسات العالم، العالم فيه نجاسة، العالم بصفة عامة ما فيهش القداسة لكن في نجاسات. الحقيقة الكلمة هنا أليمة. الكلام ده بطرس الثانية 2 وعدد 20.
يا رب احمينا، يا رب احفظنا. في رسالة يعقوب والأصحاح الأول بيحطنا في مسؤولية. الله يعيننا والرب يحفظنا. بيقول حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. إذن العالم في دنس، العالم في نجاسة. ليس ذلك فقط، لكن في بطرس الثانية والأصحاح الأول وعدد 4 بيقول هاربين من الفساد الذي في العالم. فساد، دنس، نجاسة، ده اللي في العالم. فالمعنى الروحي اللي بجد نفسي فيه أن الله يبعدنا عن دنس، عن نجاسة، عن فساد هذا العالم. العالم كهيئة، العالم كنظام. العالم اللي أبغض المسيح، العالم اللي كره المسيح، العالم اللي صلب المسيح، العالم اللي المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم. العالم اللي وضع في الشرير. الكلام ده في يوحنا الأولى 5:19-20، والشرير يرضع أولاده وبناته، هذا معناه وضع. عشان كده الأشرار تبص وتلاقيهم، تلاقيهم مثلا على المحطات في الستيشنز أو في المطارات أو في الطرق أو في السياجات أو في الأجازات أو في نهاية الأسبوع وخلافه. نظرهم باين عليه، شكلهم باين عليه، شرهم باين. في سفر أشعيا أصحاح 3 بيقول الوحي هذه الكلمات، دعني أقولها لك، إن نظر وجوههم بيشهد عليهم، يعني منظر وجوههم شكلهم، وهم يخبرون بخطيئتهم كسدوم لا يخفونها. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا. أنا متأسف أقول لك قصة وردت في ذهني دلوقتي وعايز أبسطها عشان يكون فيها شيء من الوقار في الحديث، لكن صدقني هذا ما حدث معي. كنت في مطار من المطارات، حبيت أغسل إيدي، فدخلت للمكان المخصص. رغم الرسمة باينة والكلمة باينة إن ده مخصص للرجال، فدخلت لأغسل يدي وأغسل وجهي. فحينما دخلت فوجئت إن لقيت مجموعة في التين ايجر، في سن المراهقة، جيبات، بلوزات، شعر طويل، مكياج، وما تبقى من شنط وحلي في داخل المكان. ففوجئت، قلت سامسونج رونج، في حاجة غلط. وقلت أنا تسرعت ودخلت مش في المكان الخاص بالرجال، ولكن خرجت مرة تانية، بصيت، قريت، وشفت، لقيت صح، انا دخلت صح. انت عرفت الباقي مشاهدي. الناس حتى الجنس اللي ربنا عامله ذكر او انثى مش عاجبهم. كنت راكب سياره مع واحد من المسؤولين في بلد معينه، قال لي شايف الشخصيه اللي هناك دي؟ قلت له اه. قال لي دي راجل ولا امراه؟ السؤال نفسه
خلاني أفهم اللي عايز يقوله باختصار شديد. بيغيروا حتى الجنس بعمليات وغيره. آهي آهي على العالم اللي وضع في الشرير، آهي على الدنس، آهي على النجاسة. آهي على الفساد. ثلاث أشياء مش قادر أطلع منها دلوقتي. وأنا بقول لك الكلام ده مشاهدي مشاهدتي، هل تبتعد عن النجاسة والدنس والفساد؟ هل تنفصل؟ هل تتقدس؟ هل تفرز؟ يا ريتك الآن تجيله تقول له قدسني، تقول له افرزني، تقول له افصلني ليك، عيشني ليك بروحك القدوس، وأنت القدوس تقدسني. كلمتك المقدسة وروحك القدوس قدسني، افصلني، عيشني ليك، ابعدني عن الدنس والنجاسة والفساد. عزيزي المشاهد، ابقى معانا لنستكمل هذه الحلقة بعد هذا الفاصل عن هذا الموضوع، اليوم المقدس. عزيزي المشاهد الكريم، عدنا مرة أخرى في هذه الحلقة، برنامجك يوما فيوما بعنوان اليوم المقدس. تكلمنا عن معنى القداسة لغويا أو حرفيا ثم روحيا، وسأتحدث الآن عن كلمة واحدة فقط، مشتملات القداسة. واقعيا لازم أكون أمين معك، العهد القديم بس كلمة قداسة بمشتقاتها وردت قرابة 830 مرة، منهم في أسفار موسى الخمسة 350 مرة. وردت بثلاث أربع معاني، حين تيجي بمعنى حرمة كرسة يعني نظرة، وحين تيجي ملء اليد من اليد اللي هو كرس أو خصص، وحيانا تيجي قدسة. في العهد الجديد والكلمة أساسا إيجازو اللي هي وردت 230 مرة بمعنى تخصيص أو نظر أو فرز. يعني شوف العهد القديم والجديد قرابة 1060 مرة، 830 عهد قديم، 230 عهد جديد. و جم على حاجات كتير. أنا عشان الساعة بتجري والوقت يداهمني هذكر بس في رسالة واحدة في العهد الجديد القداسة مشتملاتها وصلت لإيه، وهذكر فقط رسالة بطرس، وهم رسالتين طبعا، بس عشان أقوال بطرس في الرسالة الأولى خمس أصحاحات وفي الرسالة الثانية ثلاث أصحاحات هقتبس بس سبع أوجه من مشتملات القداسة. خليك معايا عزيزي. الشخص اللي ارتبط بالمسيح وصار ملك للمسيح أطلق عليه في كلمة ربنا في بطرس الأولى 2 عدد 5 أنه صار كهنوت مقدس. فربنا علمنا أن ارتبطوا للمسيح أحبهم المسيح، غسلهم بدماء الكريمة، وفي نفس الوقت
صيرهم ملوكا وكهنة، فكهنة يكهنوا أي يخدموا للرب، يخدموا الرب أي يقدموا صلوات لأجل الآخرين، يصلوا لأجل الآخرين، يتضرعوا للرب لأجل الآخرين، عشان كده كهنوت مقدس. الشيء الثاني برضو في نفس الأصحاح بطرس الأولى 2:9 سماهم أمة مقدسة، أمة مقدسة. فالأمة دول المؤمنين المؤمنات، رجال نساء من كل الأمم من كل المعتقدات، بوذيين هندوس أي أممي جه للمسيح من أي خلفية هو من الأمة المقدسة، فيش فرق. ويجب أن لا نفرق بين وبين، المسيح للكل فأمة مقدسة. السيدات المحترمات اللي عاشوا للمسيح وسابوا الرذيلة والخطية وتجنبوا كل أصناف الشر والعذاب، عذاب الفكر وعذاب الضمير وخلافه، قال عنهم الكتاب برضو في بطرس الأولى 3:5 نساء قديسات. ليه؟ لأن في رسالة تيموثاوس دول متعاهدات بتقوى الله، قديسات. وأثق أن يشاهدني الآن قديسات كثيرات بنعمة الله، تخصصوا للرب، تقدسوا للرب، فرزوا للرب، انفصلوا عن الشر. الحاجة الرابعة في بطرس الثانية 1:18 الجبل اللي ظهر عليه المسيح وظهر بمجد وتكلم له كل المجد عن الألمات خارج أسوار أورشليم، وظهر حينذاك موسى وإليه. ويمكن تفتكر الحادثة دي وردت في أكثر من مكان، متى 17، مرقس 9، لوقا 9. الجبل اللي ظهر عليه المسيح اتسمى في بطرس الثانية الجبل المقدس. مش بس كده، الكتاب المقدس ده عزيزي المشاهد الكريم، الله أعطى قرابة 40 شخص كلماته، الأفكار والكلمات موحاة بأنفاس الله، فكتبت الكتاب المقدس. أطلق عليهم في رسالة بطرس الثانية 1:21 أناس الله القديسون مسوقين، يعني منقادين بواسطة الروح القدوس. مش بس كده، رقم 6 في رسالة بطرس الثانية 3 تحديدا 2 أنبياء يطلق عليهم أنبياء قديسون، أنبياء قدسون. في حتة أنا عايز أقولها مشاهد العزيز، العهد الجديد بصفة خاصة كتبوه 4 رسل 4 أنبياء، فمتى رسول وبولس رسول وبطرس رسول ويوحنا رسول، أما الباقين